قال سيدي هذا رجل أراد إخراج زكاة على ذهب وفكر لمن يعطي هذه الزكاة وسأل بعض الإخوة من تجب في حقهم الزكاة فأشار إليه أن يعطيها إلى رجل متقاعد عن العمل رغم كونه يتقاضى مرتبا شهريا إلا أن هذا الرتب الشهري لا يكاد يسد جميع نفقته على أهله. والرجل المتقاعد هذا الذي يراد أن تدفع له هذه الزكاة يتخلف عن صلاة الجماعة ويؤديها منفردا في بيته لا صلاة إلا في المساجد، فهل تجوز هذه الزكاة على مثل هذا الرجل؟ يا إخوان، بالنسبة للزكاة يعني الأوصاف اللي حدد الله تعالى في القرآن هي المطلوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. اللي توفرت فيها الشروط راه تدفع لها الزكاة، الذي لم تتوفرها ماشي قضية الراتب هي العلة، لأن الراتب إذا كان ضعيف وكان لا يكفي صاحبه فهذا يجوز أن يعان وأن يعني أن يعينه المسلمون وأن يأخذ من بيت المال. خصنا دائما زكاتنا وصدقتنا وهبتنا وهدايانا دائما نعطيها لمن يستحقها. إذا كان شي قريب بحال شي جهه لينيه ضروريه، شرط بعدا ما يكونش تارك الصلاه، هذه رقم واحد. شرط ما يكونش مشرك، هذه رقم اثنين، لان الصدقه لا تدفع للمشركين ولا تدفع لتارك الصلاه. لتترك الصلاه عندك تعطيه الزكاه. ولا كان مشرك تعبد القبور تيستغيث بغير الله ولا يدعو غير الله ولا تيدير شي فعلا تاع المشركين، هذا لا الزكاه لا تصح فيه. ولهذا ردوا بالكم، قضيه يعني تحتاج الى الفات النظر، يعني باش لفتوا نظر اخواننا باش ما تبقاش الزكاه وانت تمشي هضر.